هنا تبدأ الحكاية. بوح بعد عقود صيام، وفعل من إبراهيم الأب الفلسطيني تجاه أفيغدور رب الأسرة الإسرائيلي ورب عمل عزم ابن إبراهيم. تتداخل الأحداث لتنسج حكاية عائلتين يهودية وعربية كانت متساكنتين قبل أن يكشف المستور. أفيغدور كان أداة لطرد إبراهيم من قريته عام 48 و900 وألف. الرحلة خلال المسرحية حتى يبحث عن الحقيقة، وفكرته أنه بفتح التاريخ وفتح الجرح، جرح 48، يمكن بإمكانه يقدر يعيش المستقبل مع العائلة الفلسطينية بسلام. تقمصت دور سامية، الفتاة الفلسطينية من حيفا والتي كانت على علاقة حب مع جيور. سامية ابنة إبراهيم الذي اعترف أن أفيغدور والد جيور كان قائد الكتيبة الإسرائيلية التي طردت العرب من قريته الطنطورة عام 1948. دوري تجسد أيضاً في أنني طالبة بجامعة حيفا، وكنت ممن يساندون جيور في مطلبه البحث عن الحقيقة. الحقيقة ثم المصالحة، على هاتين الثيمتين تقوم مسرحية The Admission. العرض الذي استطاع جمع ممثلين عرب ويهود على ركح واحد من أجل رسالة واحدة، السلام. المسرحية تسجل لحظات رائعة للبحث الجماعي عن المستقبل ومآلاته. هل نستطيع التعايش أم أن الصراع قدرنا؟ لدي أمل في أن تصل رسالة مضمونها نستطيع أن نتعايش، بل يجب أن نتعايش وأن نصنع بأيدينا السلام. And make the country a place where we can all live in peace. إحنا ما في عنا مانديلا اللي هو يجي يقول we forgive you قبل ما يكون في طلب سماح. يعني إذا أنا بدي سامحك لازم تقول أنا أعتذر بالأول. فالرسالة واضحة، الاعتراف، الضحية اللي هو الشعب الفلسطيني، وتقديم السماح للي قاموا في المذابح ب48، ومن ثم العدالة، ومن ثم السلام. The Admission تمرين فني على تقبل الآخر، هكذا يرى مخرج المسرحية موتي لورنر. فكيف ينظر الجمهور إلى هذا التمرين؟ الناس خصوصا بإسرائيل ما بيتكلموا عن هالموضوع بين الناس في إسرائيل. وإذا بما إنه هالمهرجان من الكتاب الإسرائيلي، هذا شيء كتير مهم ومفيد، لأنه هذا المهرجان إسرائيلي، وإذا هذا المهرجان إسرائيلي الإسرائيليين بيقدر يتكلموا عن هالموضوع، خصوصا الشباب يمكن أكثريتهم ما عندهم أي فكرة عن هالموضوع. تطور الأحداث والشخصيات المركبة التي قدمتها المسرحية كان مثيرا للاهتمام. أبي فلسطيني والعرض خلق في دواخلي نوعا من الصراع الفكري. أن ترى ردود فعل الشخصيات ومضامين المسرحية هو في الحقيقة أمر مهم جدا. المسرحية من خلال المشهد الأول بأنها تفرجي أنه الشخص الفلسطيني طعن المواطن الإسرائيلي، بأنه فعليا بتفرجي العنف العربي تجاه إسرائيل اللي هو موجود من أصل كبت سنوات كثيرة، وصلت بالآخر أنه البني آدم العربي ما عم بقدر يتعايش مع المواطن الإسرائيلي. وبنفس الوقت بتفرجي مبرر المواطن الإسرائيلي الأصغر وهو الجيل الجديد ليش هو عم بحارب المواطن العربي. فكانت يعني رسالة كثير قوية.
you.